معاك وباقي فقرتنا طبعا مع ضيفتنا الفنانه التشكيليه نورهان المهدي. نورهان، كنا بنتكلم معاكي قبل الفاصل بقى عن الحامي البروتكتور، يعني اللي بيحمي، عشان نكون موضحين المعنى مش سبايسي. ايوه مش سبايسي. يعني عشان زي ما نوره قالت لازم نقول الجمله كامله. عايزين نعرف برضو منك تفاصيل المشروع ده كله من اوله لاخره، والجوائز في بخصوص الحامي يعني. اوكي، العمل ده هو اللي شاركت بيه في جائزه دوناتيلو الاخيره. هو العمل قائم على فلسفه الرمزيه، بيوصف صراع بيحصل داخل الانسان ما بين الخير والشر، والبروتكتور هنا هو ضوء القمر جاي يحمي الكيوبيد اللي على الارض، اللي بيرمز الى الفطره بتاعه الانسان الداخليه التي لم تتلوث يعني. وفي صراع بين قوتين شر، القوه المتمثله في النسر بيرمز للقوه، والثعبان الخبث. فانا جايبه مواجهه بين الشر بيحارب الشر، في مقابل ان ضوء القمر بيحمي الكيوبيد. يعني العمل الى حد كبير مستمد من اسطوره قديمه عن فكره ان عندما يكتمل القمر بشكل البدر، في بعض الافعال اللي بتخرج عن الطبيعي ممكن تحصل، ارتكاب الجنون او النيجاتيف انرجي، عامه الطاقات السلبيه. انا معتقده جدا في الموضوع ده، انا قلت لك يعني. طيب نورهان، لو هنروح برضو لباقي الجوائز اللي انت قدرتي تحصديها، احنا اتكلمنا على دوناتيلو، وفي برضو في برشلونه، دي كانت ايه؟ برشلونة كان شاركت في بنالي برشلونة الدولي الرابع، كان في دي ايه الصورة دي؟ لا، اللوحة دي كانت في متحف اللوفر، اسمها همس الشيطان. خليني ابدا لك من اللوفر. طيب طالما طيب بما اننا عرضنا الصور، واشرح لنا كده اللوحة بتتكلم عن ايه؟ اللوحة دي اسمها همس الشيطان، بتحكي، هي ضمن سلسلة اعمال بتحكي عن فكرة الخير والشر. اللوحة بتتكلم عن ما يفعله الشيطان بالعقل البشري من خراب ودمار، يعني إلى حد كبير هتلاقي بختار في، هي قايمة برضو على فلسفة الرمزية، بختار رموز فيها زي القط الأسود اللي موجود حوالين التمثال اللي موجود، أو الغربان اللي على الأرض. فنوع من أنواع الوسوسة اللي بتحصل تخرب الإنسان داخليا. أنت مهتمة قوي بالخير والشر والصراعات النفسية. يعني يمكن هي فكرة تعتبر أصل الوجود تقريبا، يعني الوجود قائم على الفكرتين دول. دي شبهها شويه ولا انا متهيألي؟ نفس الحاله، نفس الضوء، الاضاءه بتاعت الصوره تقريبا. اللوحه دي اسمها اعتراض الملاك، شاركت بيها في بينالي برشلونه في المتحف الاوروبي للفن الحديث. العرض تم لمده 3 ايام. برضو دي بتحكي عن ايه؟ دي بتحكي برضو عن فكرة تمرد الملاك الصغير على فكرة، على كثرة الشر اللي موجود في العالم. أوكي. ولكن هناك شيئا ما يدفعه إلى البقاء، اللايت اللي هي الملاك بيقدمه له. اللوحة دي بعنوان فعل آدم. عمل إيه آدم بقى؟ أنا عايز أعرف. يعني فعل آدم بمعنى ما فعله آدم اللي تسبب في البشرية كلها دلوقتي وكل اللي بيحصل. لا، هو آدم ما عملش حاجة يعني. هو لا، أنا بتكلم على آدم اللي موجودين دلوقتي، الرجالة. لا هو أوكي اوف كورس اكيد بيعملوا، بس بالظبط هو ده اللي بسال عليه. ما تقوليش على عمر نورهان، محتاجين لوحه كده يا نورهان. اكيد ادم بيعمل، بس الفكره في شلنا لك الصور عشان تبقوا بقى تقولوا رجاله. مش شكرا يا كنترول، انت شلت الصور. شكرا استاذ باجوري، الف شكر. ده زي الو كنترول كده. ايوه الو كنترول معايا. اوكي، احنا كان في صوره يا جماعه عايزين نشوفها، الحامي. خلاص دلوقتي شفناها. خلاص ماشي. ما فعل آدم بقى؟ اللوحة بتاعت فعل آدم. فعله اللي هو اللي تسبب فيه وجوده في الأرض. أوكي. ده هذا فعل آدم يعني. أوكي. اللوحة قايمة على فلسفة المواجهة بين حقيقة الموت والرغبة في الحياة. رمزت للموت بالغراب، والملاك
رفع جناحه كنوع من انواع الرغبه في الحياه عموما. في ضله في اللوحه دي موجوده على الارض، هو شيب بتاع والدي. انا عملت اللوحه دي بعد ما والدي توفى. الله يرحمه. نتيجه يعني يمكن يقول لك الالهام عموما او الفكره بتيجي من المعاناه الى حد كبير. انا الفكره جات لي بعدها، فحبيت اعبر برموز بسيطه يعني عن اللي انا بحس بيه. بس طيب بصي، يعني انا شايف ان زي ما كانت نورا بتقول لك ان كل اعمالك تقريبا رايحه عند حته الخير والشر وكده، هل انت ممكن تخرجي بره الصراعات دي شويه وتقدمي مثلا حاجه مختلفه، ولا انت ممكن شايفه ان هو ده اصلا اهتمام كمان العالم، ودي اهم حاجه ان انت المفروض تكوني مركزه عليها بالفن، وهو ده اللي خليك كمان تحصدي جوائز؟ هو بالنسبه لي انا بشوف ان الفنان حياته عباره عن مراحل. يمكن انا الفتره دي حاسه ان انا محتاجه المرحله الزرقاء دي في حياتي، محتاجه الحاله دي الى حد كبير. ممكن في المستقبل اخرج منها او اقدم حاجه جديده او حاله جديده.